راديو نيل. الحمد لله. طب انا العصفوره قالت لي انك كنت بتغني ريجي وانت في المدرسه في نيجيريا، ده حقيقي؟ كنت بغني ريجي بوب مارلي. كنت بغني بوب مارلي. صح. طب مش عايز تقول لنا حاجه لبوب مارلي؟ بوب مارلي لو عايز تفكر في اغنيه معينه ليه، نعرف ان هو اغانيه كتيره حلوه جميله، ممكن تفكر ونغنيها اللينك اللي جاي. بس نفكر له في حاجه. عارف الريجي ده لازم يتغنى بالبيت بتاعه. ايوه. عايز كخون او حاجه بقى فيها. بس هو الريجي بيقول لك until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned until the color of a man's skin is of no more significant than the color of his eyes and it's a war until that day the human lost in peace will be suffused. يعني مش فاكر بيت الأغنية، بس everywhere is war there's a war. الأغنية دي ما كنت بحبها وانا صغير، لان هو بوب مارلي اخدها من الخطبة بتاعة اسمه ايه ده، زعيم ساوث افريكا. اسمه ايه، مشهور جدا، اللي هو يعني يا رب اسمه راح مني. هنفتكره. انا كمان مندلا، نيلسون مندلا. اول ما خرج من السجن قابل سبيتش الناس. سبيتش قال لهم بعد ما كان من في الفترة. Color of the man's skin لو لغاية ما يبقى the color of the man's skin is of no more significance than the color of his eyes. يعني زي ما واحد فيه عنده عين خضراء وعين زرقاء وعين بني، في واحد اسود وابيض وفي واحد اصفر وفي كده، دي كلها حاجات ما تأثرش على الانسان يعني. صح. كلهم زي بعض. هو كان اغانيه حلوة وفيها مسجز وقيم كبير. فيلسوف. ده حقيقي.